بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، صوتنا العاشر، صوت الجعدان، المهجنات، الاصايل لابناء القبائل، صوت ينفرد بنوعه وبشعاراته وباساميه المميزه التي اتت مسجله في هذا الصوت. الكثير يراقب ويبحث عن الناموس، هذا والعلم عند الله، انت تريد وانا اريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. نسير متجهين على المركز الاول، نسير باحثين الى الصدارة، الى اول المراكز، الذهب، الذهب من نوع الذهب، وبيرتفع سعر الذهب. عبد الله بن علي بن واس النقلة هناك على المركز الثاني، المركز الثاني يتواجد معنا شاهين سعيد بن محمد الهلي الهاجري، وفي ثالث المراكز يتواجد هناك من الجانب الثاني المتحد عيسى بن راشد الظاهري، ايضا يتواجد معنا هنا، بينما اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع الجديد، وعطني جديدك يا ابو احمد علي بن حميد الرزي، بينما اللي في المركز الخامس، اللي في المركز الخامس هناك يتواجد مخوف احمد بن سعيد من منانة، ايضا الشبي يتواجد معنا نقلتنا على سادس المراكز هناك من الجانب الثاني، شامان حمود بن سالم بن حمود العويسي على السابع، سادس المراكز النقلة على المركز السابع، والعفو الذهب احمد بن عبيد بن حميدان، وفي المركز السابع يتواجد معنا هنا هلا سيف بن محمد بن خلفان على غويس، بينما اللي في المركز الثامن الله يا برق 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 ما شاء الله على ثامن المراكز، مبارك بن علي الضبع على الشبي، وفي المركز التاسع نايف، نايف على تاسع المراكز علي بن عبيد بن غدي الشبي، وفي المركز العاشر هناك من الجانب الثاني تواجد معنا مقروع سيف من عبد الله الجابري ما شاء الله. ها هي النتيجة أيها الأخوة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام، دعناها عليكم بالوفاء والتمام للمراكز أيها الأخوة، دعناها عليكم بالوفاء والتمام، ونسير مع الصدارة، نسير مع الصدارة، نسير مع عنوان المركز الأول ما شاء الله. شعار الظهري بدأ يقترب أيها الأخوة، بدأ يقترب من الجولة، بدأ يقترب من المركز الأول، بدأ يأخذ شوط مميز ويحوز على المركز الأول مع المتحد، مع المتحد، مع المتحد أيها الأخوة. أسير مع عيسى بن راشد الظاهري، هو من يتواجد مع المركز الأول، النقلة هناك مع الذهب، الذهب بيرتفع ذعر الذهب على عبد الله بن علي أبو نواس، بينما اللي في المركز الثالث عار بن منانة هنا على ثالث المراكز، ومخوف أحمد بن سعيد بن منانة الاجتماعي نقلتنا على المركز الرابع، شعار بالهلي شاهين سعيد بن محمد بالهلي الهاجري، وفي المركز الخامس هلا هلا بيك هلا وبجيتك هلا لسيف بن محمد بن خلفان الغويس، بينما اللي في المركز السات، اللي في المركز السات هناك من الجانب الثاني شامان حمود بن سالم بن حمود العويسي على سادس المراكز، برق بدأ يقترب، مبارك بن علي الضب على السبي خامس على سادس المراكز، والسابع هنا جديد علي بن حميد الرجي، بينما اللي في المركز السابع تواجد معنا الطيار محمد بن خليفة بالهول المهري، وفي المركز التاسع ولا الثامن هناك شاهين علي بن عبيد بن خليل الشبي، وفي المركز التاسع يتواجد معنا مقلوع سيف بن عبد الله الجامري، وفي المركز العاشر هناك الذهب عبد الله بن علي أبو نواس. ما شاء الله، ندائنا ندائنا كثير، ندائنا كثير، والأسامي جميلة ما شاء الله. هنا المتحد، المتحد الذي اتحد على المركز الأول، سيطر على مقدمة الشوط، محافظ على مستواه حتى هذه اللحظة، هو عيسى بن راشد الظاهري، الظاهري هو من يسيطر على المركز الأول. هلا في المركز الثاني مع سيف بن محمد بن غلفان الغويس، برق ينتقل يتجول هنا على أرضية ميدانه، ما أدري شو بلا يعني مدوخ، يقعد يبغي موقعه، يبغي موقع المركز الأول على السيد مبارك بن علي الضبع الشبي. يا سلام يا أبو سيف، يا سلام يا أبو سيف، المركز الرابع هنا يأتينا مخوف للسيد أحمد بن سعيد بن منانة، وفي المركز الخامس الجديد علي بن حميد الرزي، سادس المراكز من يتواجد شاهين للسيد سعيد بن محمد بن الهاجري، وفي المركز السابع هناك الطيار لمحمد بن خلفان بالهون
المهيري نقلتنا على ثامن المراكز، المركز الثامن شامان حمود بسالم بن حمود العويسي، وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني شاهين مطار بن سعيد بن حلو. هاي النتيجة، هكذا كانت النتيجة، ونسير نسير مع الصدارة، نسير مع الصدارة ومع برق في المركز الأول، برق في المركز الأول، برق يتجول على الصدارة، برق يتجول على موقع الناموس، وابو سيف يعني مع برق جهازه مسيطر على كنتروله، مسيطر على أدائه الجميل، ما شاء الله ما شاء الله يا برق، ما شاء الله يا برق، 400 متر يا برق عن خط النهاية، على 400 المتر الأخيرة اللي توصلنا عن خط النهاية وتفصل برق عن موقع الناموس، 400 متر تفصل هالي الزبير عن السلامات، ما شاء الله، برق في المركز الأول، برق في المركز الأول، برق مسيطر على المركز الأول، ولكن هنا المتعب، متعب 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 وبرق، متعب برق، متعب برق، برق متعب، متعب برق، برق متعب، متعب برق، الله الله الله، ما شاء الله، سلام 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 يا أبو سيف، سلام سلام، تهانينا لك يا أبو سيف على هذا الفوز في اللحظات الأخيرة، لمبارك بن علي الضابعة، شكرا 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 أبو سيف. المركز الثاني المتحد، المتحد على ثاني المراكز للسيد عيسى بن راشد الظاهري، وفي المركز الثالث أيها الأخوة على ما ظن محمد خلفان الغويس، ولا سعيد أحمد بسعيد من منانة، توقيت الزمني 6:23:90 تسمى الثانية، هو توقيت برق. مبارك بن علي ضابعة، تهانينا والناموس والسلام من هذا الميدان لهالي الزبير كافة، وين ما يسكن مبارك بن علي الضابعة.